يو، السلام عليكم، شو اخباركم؟ اليوم في حفله مال شم حمدان و رابح صقر، فانا رايح هناك في دبي في كونسرت اصور فيديو حق شم حمدان. يلا تشوف كيف الجو. اول مره اسوي هالشيء، ف wish me the best of luck. لك 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 والله قط طفران. وصلنا اخيرا. What's it called? I was waiting in the car. تقريبا like for 2 hours because I came so early. جيت من وقت وايد جيت من وقت. يلا الحين بروح الكونسرت بشوف سعيد حمدان. It's gonna be exciting. سعيد حمدان. الو. دوك اللي بكون منور من البداية. اكيد. جيتني من وقت يا رياض. سوري والله. بعد يحسبون انا دوامية على فكرة. صدق؟ يسألون وين وين يبيعون تذكرة وين مطعم. قول والله. والله. قول له التيكت فري. وايد ميموريز بهذا المكان. حفلة تخرج ها؟ بعدين انا كونسرت جاهز عمري. So big man. سلامة. يلا بتغني بتغني انت. انا بس بصفك وايد بعد الله يسلمك تقول لحق شمع. شو هاي قد ها متحمسة؟ هذا الحين وبتشوفوا على شيء ثاني. شمّا.
حشيتي يعني صح؟ حشيتيني صح؟ حشيت فيني صح؟ طالع حشيت فيني صح؟ الله في هرب من الطالع. كيف شعورك؟ ما أقدر أوصف شعوري. اليوم كان أحلى يوم وما شاء الله الجمهور كان خطير خطير خطير. ما صافت فوق. شمع عبود والله العظيم جندي مجهول. جبتني والله مسكين مكالم كالم كالم تعبت والله الصراحة. شو رأيك الحفلة؟ وزين. أول مرة ترى أول مرة أروح حفلات الكونسبت بالعربي. إحنا والله حبيت. إيه بس هو جمهور ولا جمهور ما عليه كلام صح. اليوم توب خبط زي ما رقصت. انا مو قادره. يا مرحبا الشيوخ. وخلصنا تعبان شيري الباك ماي ستاف مورو كايرو كان ليف وذا مي كان سوشي مصري سوشي فلافل. اوف والله تعبت يا اخي اشتغلت وايد صورت وايد والله. ثانك يو انت مو المركز بس شوف فيديوهات نزل تحطني انا زياده مو بتحط البنات اكثر. هذا موسكفالي تامم علي انا اوكي. يلا زين وين سيارتك؟ برا. عبود شوف عبود صورت يا ايه